أنا بهني كل امرأة مصرية بالعيد العالمي للمرأة المرأة. وهون لحد الآن وقتنا هذا لسه النظرة للمرأة أن هي ما تقدرش تكون وزيرة، أو يعني بمعنى أصح ما تقدرش لحد دلوقتي تاخد حقوقها اللي المفروض إن هي نزلت في مجال العمل في أشغال كتيرة جدا، لكن للأسف حتى الآن ما خدتش حقوقها بالنسبة لكلمتها من امرأة يبصوا لها على إن هي امرأة لا تستطيع تحمل المسؤوليه او تحمل الصعوبات التي يمكن تواجهها من خلال شغلها. شايفه احتكار المناصب العليا على الرجال الذكوري وعدم مشاركه المراه، شايفاها ازاي من قبل الدوله المسؤوليه؟ شايفاها من قبل الدوله ان اولا لما بيكون حتى في مؤتمرات، انا بحضر مؤتمرات كتير جدا، ده على سبيل المثال البسيط قوي، ان لما بيكونوا بيبداوا يقولوا الاعضاء المشتركين في المؤتمر ابسط الامور ان هم بيذكروا اسماء الذكور الاول وفي النهايه اسماء الاناث. دي ابسط الامور خالص اللي المفروض ان احنا فيه في مؤتمر في مشترك جميع الفئات سواء ذكور او اناث المفروض بيتحط بالنسبه للمسؤوليه بالنسبه للترتيب الوظيفي. لا ما بشوفهاش حتى دي يعني ابسط الامور. وبالنسبه للمؤسسات طبعا احنا عارفين ان هم بيولوا الصفه الذكوريه بيقولوا ان هي تتحمل اكتر من المرأة، بس انا مش شايفاه. انا شايفه دلوقتي بالعكس، انا شايفه ان المرأة المصرية الوحيدة في الدول العربية اللي عليها تحمل صعوبات كتير جدا جدا، كنا ان هي بتبقى ام وبتبقى زوجة وبتبقى مسؤولة عن بيت ومسؤولة في شغلها عن الوضع في الشغل، ان هي دي اعباء كتيرة جدا واعباء الحياة، هي متحملة حاجات كتير جدا جدا يمكن في بعض الاحيان الراجل ما يقدرش يستحمل. شايفه حضرتك عدم ترشح امراه حد الان لرئاسه الجمهوريه في الفتره الجايه، وامتى هنشوف رئاسه وزراء وامتى هنشوف رئيس الجمهوريه زي ميركل؟ شيء طبيعي اقول لحضرتك، لان اولا هي النظره الشرقيه للمراه ان هي لا تستطيع ان تدير مسؤوليه بلد او تدير مسؤوليه مجلس شعب او تدير مسؤوليه مجلس وزراء، هي دي النظره العقيمه اللي موجوده في الشرقيه. كلمة تقوليها للمرأة المصرية في الحياة السياسية القادمة؟ الكلمة اللي أقدر أقولها أقول لكل مصرية لازم تعافر ولازم تجاهد وتثبت إن إحنا إن شاء الله إن شاء الله قد مسؤولية أي وظيفة أو أي مكان ممكن تتخذ. أيوة، هو مش مهمشة، هي بدأت إن هي تاخد حقوق بس لسه ما تنفذتش على أرض الواقع. ده من وجهة نظري، إن هي المرأة خدت حقوقها في الدستور وكل حاجة بس هي لسه ما تنفذتش على ارض الواقع، وانا نتمنى ان هي تتنفذ من بعد استقرار البلد باذن الله. احتكار المناصب العليا على الرجل وعدم مشاركه المراه في المناصب القياديه العليا، شايفها ازاي في الوقت الحالي؟ والله هل المراه ما عندهاش امكانيات مؤهله لذلك؟ ولا هو الفكر لسه زي ما هو برضه؟ هو انا بالنسبه لي انا من وجهه نظري يعني في مناصب يعني كبيره من وجهه نظري يعني ما ينفعش المراه تقودها، يعني زي منصب مثلا رئيس وزراء، يعني وزيره ممكن بس في بعض الوزارات المعينه، لان في وزارات ما ينفعش المراه تقودها. في اندونيسيا كانت في رئيسه وفي المانيا رئيسه وفي البرازيل رئيسه، هل احنا لسه برضو المجتمع المصري عنده حساسيه من ان المراه المصريه تعترف؟ هي مشكله ثقافه المجتمع. يا رب يعني المرأة تثبت عكس زي ما حقها لسه المرأة المصرية في أي حاجة خالص. شايفة ده ليه طيب؟ إيه العوامل اللي كده؟ لسه ما زال الراجل بيوصلها على إن هي جزء مالوش قيمة، يعني دورها البيت بس مش دورها الشارع إنها تشتغل وإنها شريكة في الحياة العامة، و نسبة كبيرة من السيدات بتوع الأسر زيها زي الراجل يمكن أكتر من راجل. أعرف سيدات كتير ازواجهم قاعدين في البيت وهم اللي بيصرفوا على البيت بيقولوا الاسر دي كلها، ومع ذلك بينظروا لها على انها جزء ضعيف ملهاش اي قيمه. عدم احتكار المراه للمناصب القياديه
يعني بتتراكم من مناصب قياديه صغرى بترجع على الرجعيه ان احنا لسه قيادات الرجعيه القديمه العقليه القديمه اللي الناس بتفكر ما زالت بتفكر بيها مفيش جديد. هل المراه عندها امكانيات انها تؤهلها ان هي تتولى؟ بدليل انها تولت قيادات كتير عند حضرتك المستشاره تهاني الجبالي قمه في عملاقه في كل حاجه في القانون من غير ما تقرا في ورق من غير ما تجاوبك على اي سؤال انت حضرتك عايزه بتقول لك كل القوانين وتقراها لك كانها حافظاها يعني بطريقه غير عاديه. دور الدوله في الفتره الجايه والمنظمات الحقوقيه علشان يطالبوا بحقوق المراه شايفها ازاي؟ ايه اللي تظن الدوله والمنظمات الحقوقيه؟ الدوله لازم تنظر على حقوق المراه وعلى انها كائن شريك في الحياه وتديها حقها الكامل تتعاملها قراءة زيها زي الراجل ما يبقاش كله كلام على الورق. الدستور الجديد اداها حقوق ومميزات لم تكن موجوده على الاطلاق في اي دساتير مهووسه. الدستور المصري الجديد انصف المراه سواء كان المراه المعيده المراه الكبيره في السن المراه الشابه يعني انا بحس ان الدستور الجديد انصف المراه. اخيرا معلش ماشي امتى هنشوف رئيس الجمهوريه وامتى هنشوف المراه مناصب في مناصب عليا كده نقول ان المراه اخذت قرار؟ ما في مصر من اولى دول الشرق الاوسط اللي كان فيها وزيره ايام حكم التوزيع من الستينات والست ليها مناصب عليا. انما ايه مفهوم حضرتك نائب رئيس المحكمه الدستوريه العليا استاذ تهاني الجبالي ما هي مرأة ماشي كل الكلام دي مناصب انما انت عايز تبقى رئيس الجمهوريه دي مساله راجعه للشعب. افهم من كلام حضرتك ان المرأة واخده كل حقوقها في المجتمع المصري في الدستور الجديد انا بتكلم عربي انت بقول لحضرتك الدستور الجديد انصف المرأة كل حضرتك انصف المرأة.